الممثلة فاطمة الزهراء الأحرش تنجو من حادثة سير مروعة. الممثلة فاطمة الزهراء الأحرش تنجو من حادث سير. نجت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الأحرش من حادث سير خطير تعرضت له وهي على متن سيارتها في أحد الشوارع. وأعلنت فاطمة الزهراء الأحرش أن سبب غيابها عن التفاعل مع جمهورها هو تعرضها لحادثة سير خلفت خسائر مادية دون وجود خسائر بشرية. ونشرت الأحرش تدوينة لها عبر حسابها الرسمي إنستغرام، جاء فيها: بالنسبة للناس اللي كيسولوني أشنو وقع ليك، واش مريضة، فين غبرة. وأتممت حديثها: هادي أسبوع باش وقعت لي حادثة سير، لكن الحمد لله ربي لطف بيا، شكرا لكم أحبكم. وأضافت: ألف حمد لرب العالمين، نسألك يا ربنا من لطفك الخفي وجميل سترك، اللهم متعنا بصحة وعافية من لدنك. ومن خلال الصورة التي شاركتها الأحرش مع جمهورها يتبين تضرر سيارتها من الجانب الخلفي والأمامي إلى جانب تعرض السيارة الأخرى للأضرار هي كذلك. واعتبرت فاطمة الزهراء الأحرش أن القدر كان لطيفا بها كونها نجت من الحادث ولم تصب بأي مكروه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.